بمناسبة الفروقات البسيطة دي، عايز أتكلم عن الفروقات البدنية واللي بيعمله النهاردة كابيلو مع لعيبة الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي. واضح جدا يا كابتن شريف، كلمني عن الفروقات دي في اللعيبة في ظل برضو قيادة موسيماني. بص، استخدام العناصر القوية عندك في تدريبات معينة بالانفصال 4 أيام قبل المباراة والتركيز الشامل اللي هو بيفكر فيه المدير الفني، والمدير الفني ده جاي هي راجل صاحب بطولات، يعني مش صاحب انجازات وخلاص انه يكسب مباراه والتانيه، هو راجل عنده تمنيات كبيره قوي لنفسه ولناديه وللقيمه اللي هي موجوده بطوله افريقيا. تريز بيج ريز، يعني حاجه طبعا مش الواحد كلاعب وكمتفرج وكمدير وككل من يعمل في المؤسسه دي بتتكتب له النجاح فيها، بتتكتب له تاريخ وان داي في اليوم ده هو كان موجود فيه اذا كان نيجاتيف او بوزيتيف، يعني صحيح. النتيجه زي ما قال حشيش دي عند ربنا يعني، انما انت لازم تعملي المجهود اللي عليكي، لازم يحفظك. هو راجل شايف الخصم شكله عامل ازاي، فبياخد العناصر القويه اللي عنده ويوقفها، وانت في الحاله اللي عندك القويه اللي هي الحاله الهجوميه، هم بقى يبقوا يفكروا ازاي هيقدروا يتعاملوا مع الكميات الهائله من الفرديات العاليه اللي عندك ومن الانطلاقات ومن الخطط ومن البدائل ومن الاحتياطات ومن كل حاجه. عشان احنا كده بنتكلم في حكايه الكوفيد بتمنع لعيب احتياطي مثلا زي وليد سليمان، انا كنت اتمناه 20 30 دقيقه في الماتش ده يعمل فرق كبير مثلا. هو ده بس اللي احنا بنتكلم فيه، ان احنا ما بنتمناش لاي حد هنا او هنا انه يكون غايب. صحيح. بتضمني انك انت وانت رايحه مع موسيماني بصراحه، يعني ان هو مركز تركيز بطولي، يعني مش تتفرج عليه هاني في التمرين، تتفرج عليه ازاي بيحفظ اللعيبه، ازاي يظهروا لبعض، ازاي الكره لما تبقى موجوده كم واحد يبقى بيتحرك، حاجات كتير قوي تطمنك فنيا. حته الجاهزيه بتاعه اللاعب بقى، التركيز بتاع اللاعب، اللاعب قافل على نفسه، اللاعب ما بيشوفش حاجه غير البطوله دي، اللاعب ما بيشوفش غير اليوم ده، اللاعب ما بيشوفش غير ال 90 دقيقه دول. صح. اللي بتتوج لكام سنه قدام، يعني ادفانس عندكم بطولات تانية بعد البطوله دي كمان. صحيح. يعني 90 دقيقه وقد تمتد لل 120 دقيقه، عشان كده بنسال عن الفروقات.